السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع ميز أبرونتيساج أون فرونسي المستوى الخامس صفحة 22 لاباج 22. دونك برودكسيون دو ليكري إكريغ أن ميساج إلكترونيك أ كاركتير إنفورماتيف. دونك أنا ميساج إلكترونيك يعني إيمايل ملي كنصيفطو شي إيمايل في الأورديناتور ولا في التليفون يعني في لابواط مايل. تخي بيان دونك يكونوا في كاركتير إنفورماتيف يعني معلومات كتعطي معلومات على شي حاجة يعني الهدف من داك الإيمايل. دونك طراي كوليكتيف يعني عمل جماعي. اكسبيديتور عندنا ليكسبيديتور هو المرسل اللي كيرسل هو السحنون هو اللي تيكتب سميتو في الاخير هو علي سحنون. وعندنا ديستيناتير يعني المرسل اليه اللي غيتوصل بالايميل هو هاد داير الجيميل ديالو هنايا. لوبجي يعني الهدف من هاد الايميل شنو بغينا. انفورماسيون جينيرال يعني عطو معلومات عامه. تري بيان دونك شير MRE هاد MRE كتعني ماروكان. ام ماروكان هادي ابريفياسيون ماروكان ريزيدون ا ليترونجي يعني المغاربه اللي قاطنين في الخارج كتسمى MRE. دونك دو نومبروز اسوسياسيون اوفر بور سوتونير لي ماروكان ريزيدون ا ليترونجي MRE يعني بزاف الجمعيات اللي كتشتغل باش تساعد هادوك المغاربه اللي مقيمين في الخارج قلنا كيتسموا MRE ماروكان ريزيدون ايترونجي à l'étranger. À leur tête, yani à la racine, se trouve notre ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Donc à la racine, ils ont Wizaret l'A'mal l'Kharijia ou Ta'awun. Au sein de cette donc là, on a un faragat, غادي نجيو واحد لا كيسيون هنا في الاسئله غادي يقولوا لنا ملؤهم. Travail militant des Marocains dynamiques et populaires, يعني المغاربه اللي هما ناشطين فعالين جمعيات en plusieurs عندهم بزاف الاهداف. Développer des partenariats entre leurs pays, يعني كيطوروا الشراكات ما بين البلدان ديالهم داكوي leur pays. Donc soutenir المساعدة النصائح كيقدموا لهاد المغاربة اللي قاطنين بالخارج. Participer au développement يعني لنساهم ولا المساهمة في التطوير شي حاجة أصلية تكون pays d'origine. Très bien. Donc lisons le texte et répondons aux questions. نقراو التكست ونجاوبو. Donc que représente ce document? اش كيمثل هاد لو document هذا اللي هو عبارة عن تكست ايميل؟ اش كيمثل؟ كيمثل قلنا واحد الايميل. دونك هنايا سو دوكيمون ريبريزونت ان ميساج الكترونيك ان ايميل يعني كيمثل واحد الميساج رسالة الكترونية اللي كتسمى ايميل. تري بيان لا دوزيام كيسيون السؤال الثاني او بوتون لو تروفي يعني فين كنلقاوه من طبيعة الحال. الايميل فين تتلقاوه؟ تتلقاوه يا اما في لورديناتور يا اما في تليفون سمارت فون. دونك On peut le trouver dans les boîtes mail, كنلقاو في الرسائل العلبة ديال الرسائل ديال الإلكترونية. فين؟ سيغ ان أورديناتور في الحاسوب و سمارت فون ولا في سمارت فون في التليفون. ثلاثة دونك كيوني لوتور يا كي إيتيل ديستيني. دونك شكون هو الكاتب وشكون هو اللي ترسل ليه؟ قلنا الكاتب هو ليكسبيديتور هو السحنون علي سحنون و ديستيني يعني أنفوايي لي من ترسل ترسل لهاد اللي مديرين الايميل ديالو من هاد الجمعيه هادي. دونك هنايا نقولوا لوتور اي علي سحنون هو اللي كتب هو الكاتب هو اللي صيفطو الي ديستيني او ماروكان مرسول لهاد الجمعيه ديال ماروكان ريزيدون ا ليترونجي يعني المغاربه المقيمين بالخارج الجمعيه ديالهم اسوسياسيون. تري بيان لا كاتريام كيسيون سؤال رابع يا تي لو طون دو ترو دون لو تكست كو دو مو دوني ان 5 ان 5 هو السؤال. دونك خمسه السؤال خمسه شحال من كلمه عطاونا؟ دونك عطاونا واحده جوج ثلاثه اربعه خمسه سته ديال الكلمات. هنايا لي ترو هما الفراغات. دونك كاين واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته. دونك هنايا اوطون يعني بحال بحال زعما قد قد وي كاين نفس عدد الفراغات هو نفس عدد الكلمات اللي كاينين في السؤال خمسه. دونك هنايا وي il y a autant de trous dans le texte que de mots donnés en 5 يعني كاين نفس الفراغات بعدد الكلمات اللي كاينين في السؤال خمسة. خمسة complétons le texte avec les mots qui conviennent. دونك نكملوا le texte بهاد لي مو هادو. عندنا d'origine يعني الاصل l'occasion المناسبة MRE يا marocain résident à l'étranger يعني المغاربة القاطنين بالخارج institution مؤسسة pays دولة personnalité شخصيات. دونك شير ام ار او دو نومبروز اسوسياسيون اوفر بور سوتونير لي ماروكان ريزيدون ا ليترونجي ام ار او
À leur tête se trouve notre ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Au sein de cette, يعني في الأولى غتكون هي institution, لأن هذه بحال المؤسسة بحال الجمعية, donc institution. نتمنى ما تبقى الصورة مزيانة. Institution. Travail et milite des personnalités. يعني شخصيات. Personnalité. Marocain, شخصيات مغاربة, dynamique et populaire. يعني dynamique, actif, nashita, populaire, معروفة. Ces associations, هاد الجمعيات, ont plusieurs objectifs. عندها بزاف الأهداف. Développer des partenariats entre leurs pays, يعني كي يطوروا الشراكات ما بين البلدان ديالهم, leur pays d'accueil, البلدان اللي هما مقيمين فيها, leur pays d'origine, يعني كي يطوروا الشراكات ما بين البلدان اللي هما كيتواجدوا فيها والبلد الأصلي ديالهم فين تزادوا. دونك دو d'origine. Soutenir et conseiller, يعني المساعدة والنصائح لي شكون شكون اللي غادي ينصحوا شكون اللي غادي يساعدوا هما هذوك المغاربة المقيمين في الخارج, يعني MRE. دوني غادي يعطيو شنو غادي يعطيو ادي طالون, يعطوا الفرصة لي طالون دو سيكسبريمي, يعني اللي طالعوا اللي عندهم امكانيات وداكشي باش يبانوا ويعبروا. دونك دوني لوكازيون, المناسبه والفرصه. بارتيسيبي او ديفلوبمون دو, يعني يساهموا في التطوير ديال بيي دوريجين, البلد الاصلي ديالهم. تري بيان, هنا ليزون ا اوت فوا لو تيكست اوبتوني, يعني هنايا نقراو هاد التيكست هذا بصوت مرتفع. حنا قريناه هنا ترافاي انديفيديوال, يعني عمل فردي كل واحد يخدم بوحدو. هنا جماعي, يعني تشاركوا فيه المجموعات في القسم مثلا. تي ا روسي ان ميساج الكترونيك, يعني استقبلتي واحد الرساله الكترونيه. لي لو اي كومبليت لو على ليد دي مو سويفون, دونك قراه ونكملوه بلي مو سويفون, بالكلمات التاليه. دونك مسيو لو سكرتير جينيرال, يعني النائب العام ولا مثلا. جو سوي تري زورو دابروندر que des institutions œuvrent pour soutenir les. Donc on a سعيد باش يكونوا مؤسسات اللي كيشتغلوا على مساعدة ال MRE, يعني لي ماروكان لي ريزيدون على الترونجي, لي ساكنين برا, لي ماروكان. Je suis MRE, يعني انا مغربي مقيم بالخارج. Installé en, يعني مقيم في فرنسا. Je suis une personnalité du domaine, انا واحد الشخصيه من المجال de l'art, ديال الفن, et de la peinture, ديال الفن التشكيلي الرسم. J'ai toujours travaillé dans le milieu, ديما كنخدم في الوسط associatif, يعني الجمعوي. J'ai pris part à de nombreuses manifestations, يعني شاركت بزاف التظاهرات. J'espère pouvoir être un membre, نتمنى نكون واحد العضو منكم, membre ديال d'origine, يعني ولا او بيان actif, un membre actif, يعني واحد العضو نشيط actif et dynamique, حيوي, au sein de cette, يعني في هاد هنا في هاد الانستيتيسيون, في هاد المؤسسة هادي انستيتيسيون. Je souhaite prendre part à toutes vos actions, يعني نتمنى نساهم في جميع الانشطة ديالكم, en particulier celles qui visent, وخصوصا التي تهتم à la participation au développement du pays, اللي كتهتم بالتطوير ديال البلد دوريجين, يعني الاصل ديالنا اللي هو المغرب من طبيعه الحال.
Très bien, donc on continue avec la page 22, صفحة 22 من mes apprentissages en français au niveau 5. J'espère que vous avez appris. Merci. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.